السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أهلا بكم في قناتكم معلومة تفيدك. إن شاء الله النهاردة هنقدم لكم أبرز الفوائد الصحية لبذور دوار الشمس، فتابعوا معنا. بذور دوار الشمس هي حبات صغيرة ذات فوائد صحية مذهلة. حبة دوار الشمس ليس وجبة خفيفة لذيذة للتسلية فقط، ولكنها أيضا صحية جدا، فهي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم. وهناك الكثير من الفوائد الصحية المثيرة للإعجاب من بذور دوار الشمس، بما في ذلك قدرتها على تحفيز نمو الشعر وتعزيز صحة القلب وخفض الكوليسترول ومنع بعض أنواع السرطان. وهناك طرق مختلفة لتناول بذور دوار الشمس، مثل إضافتها إلى الكعك أو رشها على السلطات، لكن الطريقة الأكثر شيوعا هي ببساطة تناولها نياء أو محمصة، إما مع القشور أو بعد إزالتها. متابعين الكرام، لا تعد هذه المعلومات مرجعا طبيا، وفي حالة القلق منها يجب عليكم مراجعة الطبيب. سوف نبدأ معكم بالخصائص الغذائية لحبة دوار الشمس. قد تكون بذور دوار الشمس صغيرة في الحجم، ولكنها تحمل الكثير من الفوائد الصحية المتعددة. حبة دوار الشمس مصدر كبير للعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية. يحتوي من كوب إلى 4 أكواب من بذور دوار الشمس الخام على 204 سعرات حرارية. حبة دوار الشمس يحتوي على فيتامين إي. تعتبر بذور دوار الشمس مصدرا جيدا لفيتامين إي، وتوفر أوقية حوالي 28 جرام من بذور دوار الشمس، حوالي 76% من الكمية الموصى بها من فيتامين إي. هذا الفيتامين يعمل كمضاد للأكسدة، حيث يساعد على حماية الخلايا من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة، وبالتالي تقليل نسبة الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان. كما يعمل أيضا على الحفاظ على صحة العين والحماية ضد التنكس البقعي. حبة دوار الشمس يحتوي على السيلينيوم. السيلينيوم هو معدن يعمل مع فيتامين إي كمضاد للأكسدة، للمساعدة على حماية الخلايا من التلف. وتحتوي أوقية من بذور دوار الشمس على ما يقرب من 24% من الكمية الموصى بها من السيلينيوم للرجال و 31% للنساء. حبة دوار الشمس يحتوي على النياسين. النياسين يسمى أيضا فيتامين B3، ويساعد النياسين على إصلاح الحمض النووي. قد يساعد على خفض نسبة الكوليسترول الكلي، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. هل تعلم أن حبة دوار الشمس يحتوي على الدهون الجيدة والبروتين؟ وتحتوي بذور دوار الشمس على دهون أحادية غير مشبعة، والتي تسمى الدهون الجيدة، لأنها تساعد على زيادة نسبة النوع الجيد من الكوليسترول، بينما تخفض نسبة الكوليسترول الضار. حوالي 90% من الدهون الموجودة في بذور دوار الشمس هي دهون صحية غير مشبعة. كما تحتوي البذور أيضا على البروتين الذي يساعد في بناء العضلات والأنسجة والحفاظ عليها في الجسم. وتحتوي أوقية من بذور دوار الشمس على 12% من الكمية الموصى بها من البروتين. بذور حبة دوار الشمس يحتوي على حمض الفوليك. حمض الفوليك هو فيتامين ب الذي يوجد بشكل طبيعي في الغذاء. يساعد هذا الفيتامين على بناء خلايا جديدة والحفاظ على الحمض النووي، حيث يساعد على منع حدوث تغيرات في الحمض النووي والتي يمكن أن تتسبب في السرطان. حمض الفوليك ضروري أيضا للجسم لصنع خلايا دم حمراء جديدة ولإتمام عمليات الإيض والحفاظ على مستويات طبيعية من الحمض الأمينية هوموسيستين المهم للجسم. وتحتوي أوقية من بذور دوار الشمس على 17% من الكمية الموصى بها من حمض الفوليك. بذور حبة دوار الشمس يحتوي على حمض البنتوثيانيك. يساعد حمض البنتوثيانيك الجسم على تحويل الدهون والكربوهيدرات والبروتينات إلى طاقة، وكما يساعد في عملية التئام الجروح وخفض نسبة الكوليسترول في الدم. بذور دوار الشمس تحتوي على نسبة كبيرة من حمض البنتوثينيك.
الفيتامينات والمعادن الأخرى التي تتوفر في حب دوار الشمس. تحتوي بذور دوار الشمس أيضا على كميات كبيرة من النحاس والزنك والحديد والألياف، وتساعد هذه المعادن في نقل الأكسجين إلى خلايا الدم الحمراء وإلى جميع أنحاء الجسم، وتساهم في توليد الطاقة وتقوية الجهاز المناعي. وتحافظ بذور حبة دوار الشمس على نسبة الجلوكوز في الدم وتمنع الإمساك. ولكن ماذا يحدث عند تناول كميات كبيرة من بذور دوار الشمس؟ هناك العديد من الفوائد لتناول بذور دوار الشمس، لكن هناك أيضا بعض الآثار الجانبية المحتملة نتيجة تناول كميات كبيرة من بذور حبة دوار الشمس. أولا، زيادة الوزن. ثانيا، الطفح الجلدي. ثالثا، حدوث مشاكل بالكلى. رابعا، ارتفاع ضغط الدم. ويمكن تجنب معظم هذه الآثار الجانبية من خلال تناول كمية معتدلة من هذه البذور وعدم الإفراط في تناولها. لو وصلت نهاية الفيديو، أتمنى من الله عز وجل أن تكون استفدت. فضلا وليس أمرا، اشترك في القناة وفعل زر الجرس واضغط لايك ليصلك كل جديد مفيد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.